عصمت، هنروح في عصمت. اللي اولها فيتامين بي واخرها فيتامين ت مربوطه. الاستاذ عبد الطباخ عنده اوامر ما يطبخش بصار. والله عال الاكل كمان بقى بالاوامر واللوائح. ده بيتي. ثم مين الحمار اللي امر الطباخ ما يطبخش بصاره؟ الست الهام. ومع ذلك اوامر الست الهام ما تمشيش على معدتي ابدا. انا قلت بصاره يعني بصاره. كلامي انا اللي يمشي في البيت ده. طبعا يا فندم طبعا. ايوه وعشان كده تعرف لو كان الست هانم تحس اوامرها وتطبخ لي بصراحه هعمل ايه؟ هتعمل ايه يا فندم؟ انا من غير عشاء طبعا. ده اولا. وثانيا اذا البصاره ما اتحملتش انا هغيرها. البصاره؟ لا الست. هتجوز واحده تانيه. أنا فين؟ إيه اللي جابني هنا؟ أنا؟ ليه؟ أنت نسيت إن البوليس كان بيجري ورا ساعة الخناقة اللي حصلت في الكازينو؟ افتكرت. هو دلوقتي البوليس واقف تحت الزر شوف العربية قدام الفيلا. أنا لازم أنزل. لا اسمعي يا عصمت ما تنزلش. هو ما يعرفش إني خربت إن البيت فاكرني نايمة. أمال جيتي الكازينو إزاي؟ دورتي من باب المطبخ اللي وراني. أنا عملت عشان خاطرك يا عصمت، ما قدرتش انام من غير ما اسمع الغنوة الجديدة بتاعتك. طيب ربنا يستر بقى. ولادي انا خسر المحل؟ مش ممكن. امتى؟ ده انا ولادي اتعشوا لهم من بدري، اتفضل حضرتك شوف. يا فندم مش امرنا يا فتي، ده مجرد سؤال. ومع ذلك انا مصر ان حضرتك تفتش، اتفضل. نفسي في تذكار. اجيب لك تذكار منين بس دلوقتي؟ هادي يا سيدي بنتي منى نايمة تاكل رز بارة مع الملايكة. اتفضل كمان تشوفني. لا بقى مفيش لزوم. لا والله لازم تشوفه. وهادي يا سيدي ابني مدحت. هو اي نعم خيبان جدا في الدراسة لكن مجتهد جدا في النوم. سامع؟ وبيذاكر اهو. وبينجح تملي في السير والسلوك بس. لكن في الحساب بياخد كحكة حمراء وفي العربي كحكة وفي الجغرافيا كحكة وفي كل علم كحكة. يعني ان شاء الله هيطلع بياع سميط. ربنا يخليك. انا اسف فندم على ازعاجك. عن اذنك. مع السلامه. بقى كده يا واد يا خايب يا ساقط يا بتاع الكحك. عامل لي ماده وبتوع داير تكسر محلات الناس. لا يا شيخ. طب فلز قوم قوم بالتي هي احسن كده. طيب انا هقوم اقول لك هي اوجع. قوم فلز. انت تطلع مين يا واد يا بلياتشو انت؟ انا حلاوه 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 حلاوه. وانت بتحاميله ليه؟ اه تعرفيه؟ ايوه يا بابا ده عصمت المجنون. مجنون؟ ايوه. اه والله باين عليه. طب المجنون ده ايه اللي دخله بيتك؟ كنتش باخد بالي. ده مش مجنون بحقه حقيقي. امال ايه؟ مجنون تحت التمرين. يا بابا ده مجنون ده اسم الشهره. شهره مهببه. وانت يا حضره المجنون الامس مين اللي دخلك بيتنا؟ ها ارفع اتكلم. هقول لحضرتك كل حاجه بصراحه. قول. بلاش المضرب ده ولادي. اقول الانسه منى هي اللي عزمتك. لا عزمتك؟ اه عزمتك تيجي بطن النوم. ليلتك سودة قالت لي. ليلتك سودة. الحق
حلاوة حلاوة قال. طيب. بابا معلش عشان خاطرك. معلش في أي جرح. بابا مامي الحقيقة يا ماما. يسعدك يا بنتي ماما يا مرتي ماما. ماما حسي يا ماما. ما حدش هيقدر يحوشني على قطع الأهل. ماما غطي راسك يا نملة تاخدي برد.